فاتت لم نصور المحاضرة الماضية، وذلك بسبب سوء الأحوال الأرضية من قطع كهرباء أو غيره. فنعتذر للطلبة الذين يشاهدوننا على مستوى العالم وأنتم منهم، فتم إعطاء المحاضرة بدون تصوير. اليوم هذا احنا بنكمل على المحاضرة لم نعطي فيها إلا نظرية واحدة، وهي الإريديوسيبوليتي تيست، تمام؟ وما بدي ضايلين متذكرينها ولا لا، لأنه بتعطي كمان مثال عليه، تمام؟ حدا من ذكر ما هو نص النظرية؟ برهناها هنا على اللوحة، أيوة. يا بحكي بلدي مش مشكلة. إذا في عندي دالة الأف إكس تنتمي إلى الكابا زد أوف إكس، وكان وجبنا دالة إف بار تنتمي إلى الزد بي للإكس بأي مش أي بي، ناخذ بي معينة وكانت عليها الريديوسبل، حتكون الدالة الريديوسبل على الإسكالي الدجري نفسه. كويس. إذا كان النص كالتالي، أخذنا بولونوميال إف أوف إكس موجودة في الزد أوف إكس، يعني المعاملات كلها أعداد صحيحة، تمام؟ رحنا أخذنا في برايم وشفنا إيش؟ هل الإف بار الريديوسبل في زد بي ولا لا؟ إذا كانت إف بار الريديوسبل في زد بي، وفي نفس الوقت كان الدجري للإف هي نفس الدجري للإف بار، نستنتج إنه الـ f of x الأصلية is irreducible على مين؟ على set of rational numbers اللي هي مين؟ اللي هي لكيو. هذا كان نص النظرية. الآن بدنا نعطي مثال كمان على نفس النظرية هذه كالتالي. يبقى example 3. Example 3. Show that. بيننا أن الـ f of x التي تساوي x أس 5 زائد 2x زائد 4 is irreducible over اللي هو الـ q. الآن لما تطلع على المعاملات تاعت البولينوميال كلها أعداد صحيحة، إذا هذه موجودة وين؟ Z of X. يبقى الـ F of X موجودة في Z of X. هاي النقطة الأولى. بتروح آخذ عدد برايم وشوف الـ F بار في Z P. يبقى لت هي مثلا تساوي 3، then بدي الاف بار، الاف بار اوف اكس بدي احسبها وين؟ في زد 3. يبقى اكس اس 5 كما هي، 2 اكس كما هي، الاربعه في زد 3 عباره عن ايش؟ عن واحد. هذه موجوده في زد belongs to Z 3 of X. يبقى هذه belongs في Z 3 of X. تمام. الآن بدي أشوف هل هذه بقدر أحللها إلى عوامل؟ والله بقدرش. وين؟ في Z P. تعالوا نشوف الـ F bar of 0. بدنا نشتغل وين يا بناتي؟ احنا في زد 3 بدنا نشتغل. زد 3 فيها ثلاث عناصر 0 و1 و2. اذا لو اخذت الاف بار اوف 0 يبقى 0، 0 بضل قديش؟ 1. بدنا الاف بار اوف 1. 1 و1، 2 و2 4، في زد 3 ب1 صحيح. بدنا الاف بار اوف 2. 2 و 5 اللي ب 32،
شيل منهم 30 اللي هم مضاعفات الثلاثة بضلنا قديش؟ اثنين واثنين في اثنين بأربعة واثنين ستة مضاعفات الثلاثة شيليهم بضل قديش؟ بضل واحد. يبقى هذا الكلام بدي يساوي واحد. معنى هذا الكلام إن الإف بار هاز نو زيرز إن زد ثلاثة. كويس؟ نو زيروز يعني في فاكتور اوف لينير ديجري او اف ديجري 1 فيش امكانيه، لانه لو كان هناك زيرو بقول اكس ناقص هذا الرقم هو احد الفاكتورز لهذه البولينوميال. يبقى الاف بار هاز نو زيروز ان زد ثلاثه. يبقى باجي بقول له الاف بار اوف اكس هاز no factor أو no linear factor أو no factor of first degree. No factor of first degree. طب إذا ما فيش في factor of first degree في factor of fourth degree؟ لا لأنه بدنا نضرب الفيرست في الفورث بيطلع إكس أس خمسة. يبقى كمان مستبعد تبع مين؟ اللي من الدجري رقم أربعة. يبقى هذا بده يعطينا إنه الإف بار أوف إكس هاز نو فاكتور أوف دجري فوق. ليش ما يلعبنا؟ يا اثنين يا ثلاثة. بدي افترض انه في عندي فاكتور اوف سكند ديجري وشوف ايش اللي بده يصير. يبقى هنا الاف بار اوف اكس مي هاف ربما يكون فيها فاكتور اوف سكند ديجري من الدرجة الثانية in the form مثلا x تربيع زائد ax زائد b. هيك صح ولا اقول a x تربيع زائد b x زائد c؟ لا معامل واحد. يبقى انسى الموضوع، هنا بده يكون المعامل واحد. يبقى x تربيع زائد ax زائد b. السؤال هو في زد 3 كم احتمال بيجيب لي هذه؟ اثنين اثنين ثلاثة خمسة ستة قديش؟ تسعة احتمالات. بدنا نشوف ما هي الاحتمالات التسعة. يبقى هنا صار 4 this factor we have 9 possibilities. بدنا نشوف منهم التسعة هذول. احتمال هذا يكون تي اكس تربيع بس فيش غير، واحتمال يكون اكس تربيع زائد اكس، واحتمال يكون x تربيع زائد 2x، واحتمال يكون x تربيع زائد 2، واحتمال يكون x تربيع زائد 2x زائد 1، 1 2 3 4 5، واحتمال يكون x تربيع زائد x زائد 1، واحتمال يكون x تربيع زائد 1، واحتمال يكون x تربيع زائد x زائد 2، والاحتمال الأخير x تربيع زائد 2 x زائد 2. شوفي لي إذا بتلاقي احتمال 10 قولي لي عنه. معك من هنا لنهاية الفصل مش اليوم، براحتك. احنا بنشوف في زد 3 معامل الزيرو 1 و 2 بنتعداش 2 وبننزلش عن الزيرو، تمام؟ يبقى هاي كل احتمالات الممكنة.
طب نمسك كل واحد فيهم. احنا ايش قلنا هنا يا بنات؟ الاف بار هاز نو فاكتور اوف فيرست ديجري، يعني لا يمكن يكون عندي معامل من الدرجة الأولى نهائيا. طب تعالي شوف هذه ايش بدها تسوي لي. هذه اكس في اكس، أليس حاصل ضرب معاملين من الدرجة الأولى؟ طيب هذا احتمال يكون اكس في اكس زائد واحد، حاصل ضرب عاملين من الدرجة الأولى. هذا بده يعطينا اكس في اكس زائد اثنين، حاصل ضرب عاملين من الدرجة الأولى. هذا بده يعطينا يا ترى يتحلل والله لا يتحلل؟ تعالوا نشوف. x زائد واحد x زائد اثنين، معقول؟ x في x x تربيع زائد x وزائد اثنين x زائد ثلاثة x بجد 3 زيرو، بضل واحد في اثنين باثنين. هاي هذا عادي جدا، x زائد واحد في x زائد واحد. هذا ما بدري قديش، ابصر قديش حاصل ضرب قوسين، يبقى هنا اكس وهنا اكس. ايش رايك نقول زائد اثنين وهنا زائد اثنين بيمشي الحال؟ تعال نشوف، هاي اكس تربيع زائد اثنين اكس وزائد اثنين اكس زائد اربعة اكس، شيلي ثلاثة بضل زائد اكس، هي اثنين في اثنين أربعة، شيل ثلاثة، والله سليل 100%. طب كل واحد من هذول بده يساوي زيرو، وإحنا قلنا هنا ما فيش زيروز، الإف بار ما لهاش زيروز، صح ولا لا؟ يبقى معناته كل احتمال من هذه الاحتمالات لا وجود له، لأنه من فوق قلنا ما لهاش زيرو. طب هذه بتساوي زيرو؟ بتساوي زيرو. هذه بتساوي زيرو at x يساوي زيرو، هذه بتساوي زيرو at x يساوي زيرو والx يساوي اثنين. حط x باثنين واحد ثلاثة، يبقى هاي زيرو راح. طب نمسك هذه، بدها تساوي زيرو عند x يساوي زيرو أو الx يساوي واحد، حط واحد بصير ثلاثة زيرو، حط زيرو بصير زيرو. هنا هذه بدها تساوي زيرو at x يساوي اثنين وال x يساوي واحد، اثنين بصير زيرو، واحد بصير القوس هذا زيرو. هذا الكلام بده يساوي زيرو at x يساوي اثنين فقط، لأنه حط اثنين وواحد ثلاثة، اثنين وواحد ثلاثة. هذه كمان بدها تساوي زيرو at x يساوي واحد، تمام؟ يبقى هذا الكلام كله، امسك هذا كله، possible والله impossible؟ impossible. ليش؟ هذا يعني لا يمكن أن تكون المعادلة من الدرجة الثانية أو الفاكتور اللي من الدرجة الثانية يكون على أي صيغة من هذه الصيغ الستة، لأنه كل واحدة من الصيغ الستة بتجيب لي زيرو، وإحنا قلنا ما فيش زيروز في زد 3، تمام؟ يبقى هذا الكلام كله إمبوسيبل أون زد 3. يعني ايش؟ يعني الاف بار هاز نو زيروز، هذا الكلام مش ممكن يحصل. ايش يعني مش ممكن يحصل؟ يعني لا يمكن للمعادلة من الدرجة الثانية أن تكون على أي شكل من الأشكال الستة، لأنه أي شكل من الأشكال الستة بده يديني زيروز، وهذا يناقض الشغلة اللي حسبناها حساب بدينا، ما لقيناش ولا زيروز للاف بار على مين؟ على زد 3. يبقى هذا كله غير ممكن. شو ضايل عندنا؟ ثلاثة. طب بدي اجي للثلاثة هذول، بدي اعمل لهم ديفيجن او لونج ديفيجن، قسمة مطولة، بدي اقسم هذه على هذه وهذه على الثانية وهذه على الثالثة، هل تتم القسمة بدون باقي؟ والله بيكون في باقي، في الثلاث حالات في باقي.
انا والله قسمت كبيدي، بس بدي اجرب اتاكد هالكلام صح ولا مش صح. لقيته كله في باقي، ما دام في باقي يبقى ولا فاكتور من الدرجة الثانية، ومن ثم من الدرجة الثالثة بده يكون أحد عوامل للإفبار، يبقى الإفبار is reduced على زد 3 مظبوط. يبقى هنا باي لونج باي لونج ديفيجن بالقسمة المطولة أني ون أوف الإكس تربيع زائد واحد أو الإكس تربيع زائد إكس أو اثنين أو الإكس تربيع زائد اثنين إكس زائد اثنين من إي فاكتور أني أوف هذول is not a factor is not a factor of f of x يساوي x أس 5 زائد 2 x زائد 1 معناته ايش؟ الريديوسبل كل التسعة استبعدناهم يبقى هنا الاف بار of x is irreducible over زد 3 and وزيادة على ذلك الدجري للاف هي نفس الدجري للاف بار اللي تساوي 5 تمام. يبقى تحققت الشروط النظريه ولا لا؟ النظريه اللي كتبناها المره اللي فاتت ورهناها، ما دام تحققت شروط النظريه يعني معناته الاف اوف اكس الاصليه از ريديوسبل على الكيو. بروح هنا بقول له باي ذي ابوف ثيوريم بالنظريه اعلى الاف اوف اكس اللي تساوي اكس اس 5 زائد 2 اكس زائد 4 از irreducible اوفر ليكويد اوفر المفروض. دير بالك في اسئله في التمرين بهالشكل هذا يمكن تلاقي الدرجة الرابعة، يمكن الخامسة، يمكن الدرجة الثالثة برضو زيك، وتاخدي لك بي برايم اثنين ثلاثة خمسة سبعة حسب طبيعة المسألة، وتشوفي هل إلها زيروز ولا لا. ما طلعش زيروز بحط الاحتمالات الممكنة وبشتغلها. يعني نسينا نقول شغلة يا ابنة، يبقى باي ديفيجن الجوريثم هذه كلها از نوت فاكتور اوف هذا. ضايل علينا ايش؟ ضايل علينا ان احنا خدنا من الدرجة الثانية برضو there is no factor of third degree لانه الثانية هي بتكمل الثالثة. حاصل الضرب يعطينا مين؟ خمسة. هذه نسينا نقول يا بنات بدنا نحطها هنا، بدنا نحطها هنا وهي also وكذلك there is no factor of degree 3. طب نيجي للنظرية اللي عندنا فيرم let f of x يساوي a m x to the power n a minus 1 x to the power n minus 1 a1 x زائد ال a naught موجودة وين؟ في z of x. If there is a prime t f there is
برايم بي اف ذير از اي برايم بي ساتش ذات بحيث ان البي لا تقسم الاي ان هي لا تقسم الاي ان ولكن البي تقسم الاي ان ماينس ال1 والبي تقسم الاي ان والبي تقسم الاي نوت اند البي تربيع لا تقسم الاي نوت البي تربيع لا تقسم الاي نوت ذن الاف اوف اكس ذن الاف اوف اكس از irreducible over the cube. إذا نحن الآن بهذه النظرية جبنا شغلة ثانية للحكم على البولينوميال بأنها irreducible. المرة اللي فاتت حطينا الشروط ومن خلالها أثبتنا أن الـ f of x is irreducible. فكان عندي بدل f of x موجودة في z of x. بدأ أدور على prime p تمام ولاقي أنه الـ f bar of x is irreducible على z p ودرجة الـ f قد درجة الـ f bar. إن حدث ذلك يبقى الـ f of x بتبقى reducible على q. الآن جبنا طريقة ثانية. طريقة ثانية تتلخص في النظرية التالية. الـ f of x هيها موجودة في z of x. نفس المعطيات اللي موجودة في مين؟ في النظرية السابقة. قال لي إذا قدرت ألاقي برايم في مش for any. If there is. إذا قدرنا نوجد برايم في بحيث البي لا يقسم المعامل تبع اكس ام لكنه يقسم جميع المعاملات الاخرى للبولينوميال ومربع لا يقسم العامل الاخير اللي هو الكونستانت تبع البولينوميال ان حدث ذلك يبقى الاف اوف اكس تبقى ريديوسبل كذلك على مين؟ على الكيو. ايش برهنا المره اللي فاتت؟ التناقض صح ولا لا؟ والشابتر هذا غالب البراهين كلها بالكونتراديكشن وهذه كمان بدنا نبرهنها بالكونتراديكشن بالتناقض. يبقى البروف التالي ما هو المطلوب؟ نثبت ان الاف اوف اكس از ريديوسبل عليكم. بروح افترضها ريديوسبل يبقى باجي بقول لا f of x موجودة في z of x and f of x is reducible over the cube. طبعا انا اخذنا نظرية في هذا الشابتر الريديوسابيليتي على الكيوب اسحبها على مين؟ على الزد. يبقى هنا بقول هذا بده يعطينا ان الـ f of x is reducible over z. هذا من وين؟ previous theorem. هذه نظرية سابقة. يبقى معنى هذا الكلام انه الـ f of x بقدر اكتبها على الشكل g of x في مين؟ الـ h of x. طب الـ g والـ h وين موجودات؟ في z of x. وين؟ حيث الـ g of x والـ h of x موجودة في z of x. مش عقد هيك وبس. هذول بدهم يكونوا of lower degree than mean than الاف. يبقى and الديجري
للجي والدجري لمين؟ للإتش أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من الدجري تبع تلف اللي هي قديش؟ إن أعلى أس عندي موجود إن، يبقى هذه البولينوميال من الدرجة النونية. تمام؟ طب كويس، يبقى أنا صار عندي إف أوف إكس هي حاصل ضرب تو بولينوميالز. خلينا أحط لكل واحدة منهم شكل ونشوف إيش اللي بده يصير معانا. يبقى لو جيت قلت هنا لا الجي أوف إكس بده يساوي البي آر إكس أس آر، بي آر ماينس ال1 إكس أس آر ماينس ال1 زائد بي 1 إكس زائد البي نوت، أند الإتش أوف إكس سي إس إكس تو ذا باور إس، سي إس ماينس ال1 إكس تو ذا باور إس ماينس ال1 زائد زائد اللي هو سي 1 إكس زائد سي نوت. طب احنا عندنا اف اوف اكس يساوي حاصل ضربهما. اذا حدا فيكم بيقدر يعرف لي قديش حاصل الضرب اخر تيرم في حاصل الضرب ايش بيكون؟ بي نود سي نود. طيب بي نود سي نود هو مين من البولينوميال اللي عندي؟ بي نود. تمام، يبقى من هذا الكلام بقدر اقول اذا A نوت يساوي B نوت C نوت. طيب خوش في صميم الموضوع، ال P بتقسم مين؟ يبقى ال P هتقسم ال B نوت C نوت، صحيح ولا لا؟ ناو ال P بتقسم ال A نوت، وال A نوت هو B نوت C نوت. هذا امبلاي انه البي بدها تقسم البي نوت سي نوت، يبقى البي يا بدها تقسم الاول يا بدها تقسم الثاني، يبقى هذا بده يعطي لكم انه بي بدها تقسم البي نوت اور البي بدها تقسم السي نوت. اذا لو اخذناها بتقسم احدهما لن تقسم الآخر، مظبوط؟ أيوة. يبقى هنا suppose that افترضوا إنه ال P بتقسم ال B نوت، then ال P لا تقسم ال C نوت، تقسموش، وال P بتقسم ال B نوت. طيب اذا صارت البي بتقسم البي نود ولا تقسم مين؟ السي نود. لا ممكن اضيف شغله مما يعزز انه البي لا تقسم السي نود، انه البي تربيع لا تقسم الاي نود، البي تربيع لا تقسم الاي نود، يعني لا بدها تقسم البي نود ولا بدها تقسم السي نود. لكن لما كان البي بتقسم البي نود بصير الاحتمال الاقوى انه بي تربيع لا تقسم السي نود او البي لا تقسم السي نود، مش مشكلة، مش مشكلة كثير. تمام، يبقى البي لا تقسم البي نود. ايش رايك احنا رحنا جبنا اخر تيرم في حاصل الضرب؟ السؤال هو شو رايك في اول تيرم من حاصل الضرب؟ ايش بيكون؟ اي ان بده يساوي مين؟ بي ار سي اس، صحيح. يبقى هنا اولس، وكذلك الاي ان بده يساوي بي ار في سي اس. طيب ايش معطى عندنا؟ ان البي لا تقسم الاي ان، اذا لن تقسم هذه، لن تقسم حاصل الضرب هذا. يبقى سينس بما ان
الفي لا تقسم الاي ام وي هاف، انه الفي لا تقسم البي ار في السي اس. وش تفسيرك لهذه العبارة؟ لا تقسم الاول ولا بتقسم الثاني. طيب هذا بده يعطينا انه البي لا تقسم البي ار، اند البي لا تقسم السي اس. طب خذي لي هذا، البي لا تقسم البي ار، تمام؟ اذا البي ممكن تقسم اللي بعده طبقا للكلام اللي احنا قايلينه هنا، صحيح ولا لا؟ يبقى البي ممكن تقسم اللي هو كل القيم اللي بعده، يعني بي ار ماينس ال1، بي ار ماينس ال2، لغايه بي 1 ولغايه بي نون، صحيح ولا لا؟ طيب البي ار هذا الرقم، مضبوط؟ رقم، الرقم هذا يمكن، يمكن بدينا نعد من عنده، ويمكن قبله ويمكن بعده، لانه حاصل الضرب تبع هذا الجي والاتش. هل عدد العناصر اللي هي التيرمز اللي هنا قد عدد عناصر التيرمز اللي هنا؟ ما حدش قال هيك، والا لو كان هيك كان بدل ما قلنا ار واس خليناها كلها ار وخلصنا، او كلها اس وخلصنا. يبقى يمكن المعادله الاولى او البولينوميا الاولى يكون فيها 10 عناصر مجموعه، الثانيه يكون فيها 6، صحيح ولا لا؟ يبقى بدي اخذ رقم بحيث من عنده يبدا العد، اللي هو تكون البي ار لا تساوي زيرو. يبقى بدي اجي اقول له let t be the smallest positive integer such that، بحيث ان البي لا تقسم البي تي الار. انا مش عارف اني اتمنى، قلت خذ تي هو اصغر رقم من عنده البي لا تقسم مين؟ البي تي، تمام؟ يبقى بتقسم مين؟ اللي بعده، صحيح ولا لا؟ يبقى هذه ممتاز، يبقى بي بدها تقسم اللي بعده. طيب البي تي هذا مش بده يقابله واحد اسمه سي تي؟ واثنين بده يقابلهم في حاصل الضرب واحد اسمه اي تي، لانه الاي تي نتجت من حاصل الضرب هذا، صحيح ولا لا؟ طيب الان خليني اعرف مين هي اي تي هذا. قبل ما اعرف الخطر اسال، هو تي هذه اكبر من ان ولا اصغر؟ ممكن تسويها؟ لا لا، يبقى هو اصغر من ان، صحيح ولا لا؟ طيب الان كونسيدر، ودي لي اي تي، مين هي اي تي؟ وحاصل ضرب معاملات من جي ومعاملة من اتش، وبنجمعهم بيعطيني هذا المعامل اللي هو مين؟ لو رحت قلت لك بي تي سي نوت زائد بي تي ماينس الون سي ون زائد زائد البي ون سي تي ماينس الون زائد البي نوت سي تي. طبعا اخذنا اول ما بدينا البولينوميال حاصل ضرب تو بولينوميالز،
وكيف بنجيب المعامل تبع كل اكس اس ان، اكس اس ان ماينس 1، اكس اس ان ماينس 2، يبقى هذا الشكل الاتي. طيب الان نيجي لهنا، السؤال هو هل ال بي تقسم ال اي تي؟ طلعنا نص النظرية. لا تقسمش. طلع هنا كويس، ال بي لا تقسم ال ان، لكن تقسم كل اللي بعده. ال اي تي هو اي ان؟ لا جاي بعده، يبقى بتقسمه ولا لا؟ ايوه يبقى هنا ناو ال بي بتقسم ال اي تي. السبب because انه تي اقل من ان، لكن لو كانت تساوي ان انسف ايش قسمه بالمره، يبقى كل شيء قسمه النصيب زي ما بقوله. يبقى هنا حتقسمهم كلهم ما فيش فايده، يبقى في بتقسم مين ال اي تي؟ السبب لانه تي اقل من ان. تمام؟ طيب كويس. الآن قلنا هنا ال P لا تقسم ال P تي، تقسم مين؟ اللي بعده. يبقى هنا also وكذلك ال P لا تقسم ال P تي، but ال P تقسم أو divides all bt minus ال1 وbt minus ال2 وb1 وb0. هذا بده يعطيلك انه ال p divide، بدها تقسم مين؟ بدها تقسم مثلا ال b نود ct زائد ال B1 CT minus ال1 زائد نضل للآخر نضل BT minus ال1 C1. تمام؟ طيب الآن P بتقسم ال AT وP بتقسم هدول، إذا ال P بتقسم الفرق بينهما ولا لا؟ يبقى هنا ال P بتقسم ال A T minus B not C T، B not C T زائد B on C T minus ال 1 زائد زائد B T minus ال 1 C 1 بالشكل اللي عندها. إذا ال P بتقسم وين ال A T؟ هيها فوق، بدي أشيلها وأحط القيم تبعتها، يبقى B T C نوت زائد B T minus ال 1 C 1 زائد زائد B 1 C T زائد C T minus ال 1 زائد B نوت C T ناقص، بدنا ندخلها على كل واحدة من هدول، يبقى ناقص B نوت C T ناقص B 1 C T minus ال 1 ناقص ناقص B T minus ال 1 C 1. طب اطلع، هذه موجبة وهذه سالبة، مع السلامة. وهذه موجبة وهذه سالبة غير منسوف عليها ونضل ماشيين، هذه موجبة وهذه سالبة، إذا لن يبقى إلا مين؟ إلا الترم الأول. يبقى بصير عندنا P تقسم ال B T C نوت، يبقى P بدها تقسم واحد منهم، صح؟ يبقى هذا معناه إنه P تقسم ال بي تي اور ال بي بدها تقسم السي نوت. احنا حاطين
انه في ممنوع تقسيم السينود، يبقى البي حتقسم مين؟ البي تي. هذا بده يعطينا انه البي بدها تقسم البي تي بيكوز السبب لانه البي لا تقسم السينود. طب استني شوي، طلعي لي هذه وطلعي لي هذه. بي لا تقسم البي تي، وهنا بي بتقسم الكونتراديكشن ولا لا؟ يبقى this is contradicts that. هذا يناقض ان البي لا تقسم البي تي. طب ايش جاب التناقض؟ جاب التناقض الفرض اللي فرضناه هذا، صح ولا؟ يبقى الفرض اللي فرضناه غلط وعكسه هو الصح. يبقى thus وهكذا f of x is irreducible over the cube وهو المطلوب. يعطيك مثال توضيحي مباشر. يبقى مثال على كيفية استخدام هذه النظرية. المثال بيقول ما شو ذات البولينوميا، شو ذات البولينوميا اللي هي f of x إذا تساوي 3x أس 5 زائد 15 x أس 4 ناقص 20 x تكعيب زائد 10 x زائد 20 اللي موجودة في z of x مالها هذه is irreducible over the cube. أنا ولكن قال لي بين لي انه كثيرة الحدود اللي على الشكل هذا المعاملات كلهم انتجرز يبقى موجودة في z of x is irreducible على مين؟ على الكيوب. إذا بدنا نروح نختار برايم نمبر، نطلع مين البرايم نمبر المناسب. طلعي لي هنا في ال 15 وال 20 وال 10 وال 20 مين البرايم نمبر اللي بيقسمهم كلهم؟ خمسة. بيقسم الثلاثة؟ لا 100%. يبقى بدي أقول له هنا تيك the prime number p تساوي 5. الآن الخمسة لا تقسم الثلاثة، يعني الخمسة لا تقسم الـ an، لكن الخمسة بتقسم اللي هو الـ 15، والخمسة بتقسم ناقص 20، والخمسة بتقسم العشر، والخمسة بتقسم العشرين. أند الخمسة تربيع مين يا مناس؟ 25. لا تقسم العشرين. أول شيء البولينوميا الموجودة في زد أوف إكس وتحققت شروط النظرية كلها. يبقى بالنظرية الريديوسبل خلصنا بدون شروط. يبقى هنا بروح أقول له باي ذي أباف ثيرم، باي ذي أباف ثيرم الـ F of X اللي عندها اللي هي 3 X أس 5 زائد 15
اكس اس 4 ناقص 10 اكس زائد 20 از الريديوسبل اوفر الكيوب. اظن هذه النظريه سهل التعامل معها مش زي اللي قبلها. برهنها صحيح اصعب من اللي قبلها لكن الشغل ابها بسيط جدا. الان في نتيجه على هذه النظريه. النتيجه كالتالي، علي طبعا اللي اكتشفها واحد يقولوا له اي اي اس اي ان اس تي اي اي ان كريتيريون. هذا توفاه الله سنة 1850 واكتشفها سنة 1848 قبل ما يموت بسنتين، وكان له مدرس وبعدين طلعوا الشغلة هذه إلى الوجود وهي موجودة في غالب كتب الجبر. بتقول ما يأتي 4n برايم بي، يبقى هذا أي برايم مش شغلة محددة. أيوة هذا فيث سايكلوتوميك سايكلوتوميك بولونوميال اللي هي مين؟ اللي هي فاي بي اوف اكس. فاي بي اوف اكس اكس تو ذا باور بي ناقص واحد على اكس ناقص واحد بتساوي اكس بي ناقص واحد اكس بي ناقص اثنين نضل زائد اكس زائد واحد از الريديوسبل از الريديوسبل اوفر الكيو. الريديوسبل على مين؟ على الكيو. خلي بالك بيقول لي اثبت انه هذه البولونوميال اللي على الشكل هذا الريديوسبل على مين؟ على الكيوب. نقول له تعال نشوف، بدي اخذ اف اوف اكس، يبقى هنا ليت اف اوف اكس يساوي فاي بي اوف اكس بلس 1. هذه بدي اجيبها من وين؟ بدي اجيبها من هنا. اذا حشيل كل اكس واحط مكانها اكس بلس 1، يبقى هذه بدها تصير اكس بلس 1 تو ذا باور بي ناقص 1 اكس زائد 1 ناقص 1. يبقى شلنا كل اكس وحطينا مكانها اكس زائد 1. هذه يا بنات هي نظريه ذات الحدين. بدي افك، لو فكيتها يبقى اكس اس بي زائد توافيق بي من الاشياء ماخوذه اثنين، يبقى ايش بصير؟ زائد بي في مين؟ في الاكس اس بي ناقص واحد. اللي بعده بي في بي ناقص واحد على مضروب الاثنين، اثنين في واحد. اللي بعده زائد بي في بي ناقص واحد في بي ناقص اثنين على مضروب الثلاثة زائد إلى آخره. ما علينا، بهمنيش كثير، بهمني أضل ماشي لغاية مين؟
لغاية بي في اكس زائد واحد، وعندي ناقص واحد هيو بابا، وهذه كلها مقسومة على مين؟ على اكس. الآن زائد واحد وناقص واحد مالها؟ مع السلامة. يبقى هذه بدها تساوي اكس أس بي ناقص الواحد زائد بي اكس أس بي ناقص اثنين زائد بي. هذا كله مين؟ فاي بي أوف اكس زائد واحد، وبدها تساوي مين؟ الاف أوف اكس. يبقى هاي كثيرة حدود، والبرايم هو بي، بتاخذ البرايم هو بي. فأني برايم بي من مكان يكون، قديش المعامل هنا؟ البي بتقسم الواحد؟ لا، كل حد من هذه الحدود يحتوي على بي. بي بي في بي ناقص واحد، بي في بي ناقص واحد في بي ناقص اثنين، لغاية آخر حد اللي هو بي. فكل واحد منهم يقبل القسمة على بي، ما عدا مين؟ ما عدا الأول. اثنين، العناصر كلهم هذول موجودات في زد بي، موجودة في زد أوف إكس. هذه البولينوميال موجودة في زد أوف إكس، لأن كل المعاملات أرقام صحيحة، انتجارز. تمام؟ طيب، إذا المعلومة الأولى تحققت، المعلومة الثانية، البي لا تقسم الـ A إن اللي هي واحد. الآن البي تقسم الـ A إن، تقسم الـ A إن ماينس الـ 1 اللي هي بي، هي بتقسم نفسها. تمام؟ ولو ضلينا ماشيين، البي بتقسم الـ A نود اللي هو بي، and الـ P تربيع لا تقسم الـ A نود اللي هو بيساوي الـ P. في تربيع بتقسم الـ P بدون باقي؟ طبعا لا. إذا تحققت مين؟ الشروط النظرية. ما دام تحققت شروط النظرية، يبقى الـ F of X لأن الريديوسبل على مين؟ على P. يبقى هذا بده يعطينا F of X اللي هي بدها تساوي phi P of X زائد واحد is irreducible over liquid. وهو المطلوب؟ لا مش هذه phi P X زائد واحد، احنا بدنا phi P of X، صح ولا لا؟ واحنا في هذا الشابتر كله الحمد لله ماشيين البراهين بالتناقض. اذا انا بدي اروح افترض انه هذه ريديوسبل، واشوف وين بتوصل الدنيا. مظبوط؟ اذا وصلت لا تناقض معناته عكسه هو الصحيح. مظبوط؟ طيب الان وصلنا الى ماتي، تحققت كل شروط النظريه. يبقى F of X اللي فاي P of X is irreducible على الشيء، مش هذا اللي بدي أثبته. أنا بدي أثبت إنه فاي P of X هي اللي irreducible على كي. يبقى بدي أفترض العكس، هروح أقول هنا هاي أسيوم، أفترض إنه فاي P of X is irreducible over لكيو. then شو اللي بده يصير؟ phi p of x بده يساوي ال g of x في ال h of x. ها والدجري او ال g of x وال h of x موجودة في الـ كيوب إكس، والدجري للجي والدجري
للإتش أقل من مين؟ أقل من الدجري للفاي بي أوف إكس. تمام؟ أقل من الفاي بي أوف إكس. هاي تمام. طب ايش رايك لو شلت الاكس وحطيت بدلها اكس زائد واحد بتغير؟ لا ولا حي. هذه لينير وهذه لينير، يبقى هذا بدي يعطينا فاي بي اوف اكس زائد واحد بدي يساوي الجي اكس زائد واحد في الاتش اكس زائد واحد. يبقى هذا معناته انه فاي بي اوف اكس زائد واحد از ريديوسبل، صحيح ولا لا؟ طب احنا ايش قلنا هنا؟ الريديوسبل وصل تناقض؟ تناقض. يبقى هنا this is contradiction. يبقى فرضنا اللي فرضناه هو الغلط اللي جاب الكونتراديكشن، انا فرضت هذه ريديوسبل، يبقى فاي بي اوف اكس از ريديوسبل اوفر لكن بحب اشير الى ما ياتي. الكلام اللي كتبته هنا هو حل سؤال 5 عندك في الكتاب رقم سي 5 A و B و C و D. الرقم سي هي حله قدامك عنده، بس هناك ما حطش واحد، حط فاي اوف اكس زائد سي، يبقى مكان سي احنا حطينا واحد. الحل هي قدامك على اللوحة تبعت سؤال 5 سي، هو هو لم يتغير بالكونتراديكشن. نمرة A بالكونتراديكشن، نمرة B بالكونتراديكشن، نمرة C بالكونتراديكشن كذلك، كلهم الثلاثة بالكونتراديكشن ونفس التكتيك اللي تبع هو نفسه. إلى هنا انتهت هذه المحاضرة، ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة.